أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاق مصر ورواندا على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة في تيسير وتشجيع زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي بول كاغامي بالعاصمة كيغالي، أشار السيسي إلى مواصلة وتطوير التعاون مع رواندا في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية المختلفة، خاصة المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل، فضلا عن الاتفاق على أهمية العمل الإفريقي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي تواجهها، لا سيما مكافحة الإرهاب. من جهته أكد كاغامي أن مصر مهتمة للغاية في التغيير الإيجابي في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر شريك محوري في جعل الاتحاد الإفريقي أكثر فاعلية اقتصاديا.